بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم كيف فعلنا بهم
الْمُبِينُ.